مشاهدينا، للحديث أكثر عن التطورات في سوريا بعد 12 عاما على الثورة ضد النظام السوري ومصير اللاجئين والحل في سوريا بالتزامن مع تصريحات رأس النظام، معنا من إسطنبول المختص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم أستاذ ياسر. تقرير وزارة الخارجية الهولندية يؤكد أن سوريا لا تزال بلد غير آمن لعودة اللاجئين السوريين، ما هي الرسائل السياسية التي يحملها هذا التقرير بالتحديد بالتزامن مع لقاء تلفزيوني أخير أجراه بشار الأسد؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. يعني حقيقة نستطيع أن نقول أن كل المنظمة الدولية تراقب ما يحدث في سوريا وتتمنى على أن يعني تنتهي هذه الأزمة التي يعني تكلفها الضغوطات من الحالة الشعبية أو من الحالة الإنسانية، ولكن الذي يحصل على أرض الواقع أن نظام بشار الأسد يستحيل إلا ويكرس سياسة الهيمنة وسياسة أن سوريا هي سوريا التي يريد رسمها بمخيلته، سوريا متجانسة، سوريا تقوم على حالة طوعية تامة بالنسبة له. أنا ما أرى حقيقة أن هناك جزء كبير من سوريا ليس تحت سيطرة النظام. هذا الجزء لديه لا يقل عن 6 مليون سوري نازح من الداخل السوري في مناطق دمشق وحلب والمحافظات الكبرى. هؤلاء كلهم يعيشون، يفضلون العيش تحت الخيام في يعني حر الصيف وفي برد الشتاء، ولا يستطيعون أن يعودوا إلى أراضيهم، إلى بيوتهم التي هي جزء منها مهدمة، ولكنهم يؤثرون على أن يبقوا في الخيام، على أن يعودوا إلى تحت يعني أجهزة الاستخبارات والتعذيب والاعتقالات والاختفاء القسري. لذلك أنا ما أرى حقيقة أن هذه الرسالة التي لطالما أوصلها السوريون وأرادوا أن تصل إلى كل أسماع وأذهان الإرادة الدولية، الآن الإرادة الدولية بعض الدول الغربية توافق الموقف السوري كشعب وتقول فعلا أن سوريا ليست آمنة في ظل بقاء بشار الأسد على رأس السلطة. طيب، بالحديث عن بشار الأسد واللقاء الأخير التلفزيوني، كيف تقيمون هذا اللقاء وما لاحظتم من خطابه؟ هل العقلية هي ذات العقلية التي بدأ بالتعامل معها مع الثورة؟ هل تطورت؟ كيف رأيتم وراقبتم هذا اللقاء؟ فعلا تفصيل دقيق جدا. بشار الأسد وكأنه خرج بلقاء منذ عام 2011، حتى هذه اللحظة لم يتغير مفرداته للقاء، لا يزال يصف السوريين الذين خرجوا يطالبون بالحرية بأنهم إرهابيون وأنهم يعملون لمصلحة أجندات خارجية، ولا يتقبل أن يكون هناك أي فكر لمعارضة حتى في ظل أن هذه الدولة دولة فاشلة بكل معنى الكلمة، وأوصلها بشار الأسد إلى هذا الحالة من الدمار ومشكلة حتى هو اعترف بها، ويقول أن لا يمكن أن يعود السوريون يعني اللاجئون في ظل عدم وجود المياه والكهرباء والصحة والمدرسة والتعليم وكل ذلك. والسؤال، من الذي دمر المستشفيات؟ هل هي صواريخ وبراميل متفجرة وقصف لطائرات المعارضة السورية التي لا تملك من هذا شيئا؟ الأمر الثاني، سياسة الاستجداء، أعطوني أولا المال ومن ثم سأضمن لكم أن يكون هناك إما إيقاف للكبتاجون أو عودة للاجئين. إذا بالنتيجة بشار الأسد لم يتورع أو لم يعني يقبل على نفسه أن يقول أنه يريد المال مقابل أي شيء لضمان استقرار سوريا. أنا أريد أن أقول بقاء بشار الأسد على رأس السلطة في ظل خطابه يعني الجاف هذا الذي لم يتغير، أعتقد أنه أوصل رسالة مفادها أن الدول العربية التي تحلم بالتطبيع لا تستطيع أن تصل مع هذا النظام إلى أي حل إيجابي، سيما وإذا علمنا أنه لخص لقاؤه بأنه أن سوريا من خلال منظومة بشار الأسد عرفت كيف تختار أصدقائها وهي روسيا وإيران، وبالتالي أن الدول العربية هي حالة نظرية شكلانية، وبالتالي هو يريد أن يقول أن التطبيع مع الدول العربية لا يلزمه أي اتجاه التزام باتجاه أن يكون هناك مصالحة، أن يكون هناك عودة للاجئين، أو أن يكون هناك حل للقرارات يعني تنفيذ القرارات الأممية. نعم. من خلال حل سياسي شامل في سوريا. رغم اعترافه بأن الواقع الاقتصادي مرير في سوريا وإذا عاد اللاجئون فليس هناك اقتصاد جيد، ولكنه يعني بعد كل هذا الدمار يقول أنه لو عاد به الزمن لاختار نفس اختيار الحرب. صح
صحيح هذا الكلام. أنا أرى حقيقة أنه يعني يعترف وبشكل صريح وواضح من خلال هذا اللقاء التلفزيوني بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما جرى، لا يستطيع أن يتدارى ويقول أن هناك تجاوزات من بعض الفرق العسكرية أو تجاوزات من شبيحة أو استخبارات، ويقول أنه مسؤول وأنه مقتنع أن هذا هو الحل الأمثل الذي يجب أن يكون. إذن هو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل هذا الخراب والدمار والجرائم والاختفاء القسري والتهجير بهذا الأعداد المليوني الذي حصل. إذا بالنتيجة بشار الأسد الذي لم يعترف بأن هناك مطالب حقيقية للسوريين وحاول تقزيمها إلى 100,000 أو نيف بالمقابل ويقول عشرات الملايين، وكأن سوريا تعدادها أكثر من 22 أو 21 مليون. نعم. يعني سوريا ليست في 30 مليون فأكثر، وبالتالي هو غالط نفسه من لغة الأرقام، وهو يريد أن يوصل رسالة مفادها بأنه مقتنع ومسؤول عن كل ما جرى من جرائم في سوريا تسبب بها باتجاه الشارع السوري. بموازاة ما تحدثت عنه أنه التطبيع مع الدول العربية ليس ملزم باتخاذ بشار الأسد أي خطوات، ولكنه مستعد الآن للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ما الذي تغير مع رفض النظام سابقا التطبيع واليوم مستعد وبالتواصل بشكل علني؟ يعني هي نفسها رسالة رامي مخلوف مسمر أموال بشار أسد والأسرة الحاكمة منذ بدايات الثورة، قال ليس من مصلحة إسرائيل تغيير هذا النظام، وأن أي تغيير للنظام سيتسبب بمشاكل وأزمات كبيرة بالنسبة للكيان الإسرائيلي الغاصب. الآن بشار أسد يعلنها جهارا نهارا بأنه حتى يعني حالة الاعتداء المتواصل والقصف المبرمج الذي يصل به إلى عمق سوريا حتى في دمشق والمطارات وكل ذلك، هو يقول أن كل هذا القصف هو يستهدف الجيش السوري، ليس لديه أدوات لردع هذا القصف لا على المستوى القانوني ولا حتى على المستوى العسكري، قدراته العسكرية فقط لقتل المواطنين والمدنيين السوريين، وبنفس اللحظة يقبل بأن يكون هناك يعني فتح لباب المفاوضات مع النظام، ولا يقبل أن يكون هناك طرف معارض أو يعني يقبل التفاوض معه من السوريين، ولكن يقبل أن يكون هناك طرف مفاوض له، ولكن بالنتيجة هو لن يتفاوض على عودة الجولان أو الأراضي المحتلة في سوريا، وإنما هو يتفاوض على تكريس بقائه على سدرة الحكم، ويشكر حكومة إسرائيل ونتنياهو التي أبقته في السلطة، وفي نفس اللحظة يكون نتنياهو في مناطق في جبل الشيخ وفي الجولان يتبادلان مثل هذه الرسائل. من إسطنبول المختص بالشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.